نعم. والسؤال الثاني، عندي أبي هو يصلي ويزكي ويقوم بالأفعال الصالحة، ولكن تعبت أن هو مثبل ويحلق اللحية، ما وتعبت أن أنصحه دائما، يقول لي ادعي لي بالهداية، ماذا يجب أن أفعل معه وأقول له لكي ادعو له يترك هذه بالهداية، الأعمال؟ ادعو له بالهداية. نعم، شكرا بارك يا الله فيك، شيخ. الله يكرمك.